لا حفلة النقاد الرياضيين. حفلة النهاردة النقاد الرياضيين ومجموعة من الصحفيين كبار جدا النهاردة كانوا موجودين ومجموعة من الإعلاميين. بوجه النهاردة كل الشكر، كل الشكر للناس النهاردة، الأستاذ أيمن سالم، أستاذ عمر مخلوف، كابتن مدحت شلبي، كابتن شوبير، كل كابتن سيد معوض، نائب أحمد دياب، أستاذ محمد شرقاوي، أستاذ وائل أبو حسين، كابتن أحمد حسن، ناس كتيرة جدا النهاردة كانت موجودة، موسيماني، يعني محمد، مش يعني مش عارف اقول مين ولا مين، ولكن الناس النهارده كلها كانت موجوده في حفله الحقيقه اكثر من رائعه. كابتن فاروق جعفر قدامنا، بوجه لهم كل الشكر، وكل زميلتنا اميره، محمد عباس، اسلام الشاطر، الاستاذ زندراوي الهواري، ميهان عمرو قدمت النهارده حفله واحده من نجوم اون سبورت اكيد بلا منازع، كرمت النهارده هي ونيره الاحمر وكل المجموعه، استاذ ايمن سالم النهارده كان تكريم على قنوات اون سبورت، أميرة جمال زميلتنا برضو كانت موجودة واحدة من نجومنا، كابتن أحمد حسن لعيب عميد العالم، الحقيقة الراجل اللي موجود كل دقيقة في كل عمل، سواء خيري سواء تكريم سواء كل حاجة، أحمد حسن، نائب أحمد دياب، أستاذ حسن خلف الله، الحقيقة كان تكريم النهاردة أكثر من رائع. إدارة أون النهاردة كانت حاضرة بالكامل، صدارة للمشهد بشكل كبير جدا الأمور الرياضية، الأستاذ عمرو مخلوف النهاردة وتكريم الحقيقة كبير جدا، تكريم مستحق لعمر مخلوف، واحد الحقيقة من الدينامو اللي شغال في أون تايم سبورتس، الحقيقة إدارة أون سبورت هي سبب نجاحها، الأستاذ حسام صالح وأستاذ تامر مرسي والمجموعة كلها اللي موجودة. تكريم النهاردة للعمالقة كابتن مدحت شلبي، كابتن احمد شوبير، اتشرفت النهارده ان افوز بجائزه افضل اعلامي مناصفه مع كابتن احمد شوبير استاذي طبعا، وكان الحقيقه حاجه كبيره جدا. كابتن مدحت شلبي النهارده بيفوز كمان كافضل النهارده معلق، وده شيء رائع ومستحق للكابتن مدحت شلبي، واحد من نجوم ورموز الرياضه. استاذ ايمن سالم النهارده فوز بشكل كبير جدا افضل قناه رياضيه اون سبورت، الحقيقه بتتصدر المشهد الحمد لله بفضل الله ومجهود كبير للاستاذ ايمن، الحقيقه يعني دايما بنشوف المشهد الاخير. وعايز اقول لكم ان تكريم النهارده حتى زملائنا في الراديو، تكريم النهارده موسيماني، انا على المستوى الشخصي كنت سعيد جدا 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 النهارده لثلاث حاجات، سعيد ان انا اكون موجود النهارده على المسرح مع استاذي الكابتن احمد شوبير، سعيد ان يجمعني لقاء بالكابتن احمد شوبير والكابتن مدحت شلبي من سنين ما حصلش في تكريم واحد، ولكن سعيد الحمد لله بفضل الله ان انا كنت محظوظ ان انا اكون في صداره وبشكر الكابتن احمد حسن العميد، الحقيقه اللي ما فيش مره بنوجه له الدعوه والتكريم غير ما بيكون موجود، وكابتن احمد النهارده اتكرم تكريم كبير جدا، ولكن انا الحقيقه محظوظ بشكل كبير جدا 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 جدا، وسبب نجاحي دائما وابدا هو طقم الاعداد اللي موجود معايا، محمد الدمرداش النهارده بيكرم واحد النهارده من نجوم هذا المجال وهو رئيس تحرير معايا، وبوجه له كل الشكر وكل التحيه لان هو في الحقيقه نجم. احمد ابو طالب واحد الحقيقه من الناس اللي بتشرف دايما بوجودهم معايا واسم كبير جدا، وفريق اعدادي بالكامل محمد صلاح وعبد الحميد الشربيني، محمد جابر، والخطيب جمال، وطبعا يعني بهنساوي مخرجنا الكبير دايما بتعبه وبوجه له كل الشكر، بطران المجموعه اللي موجوده كلها، على فكره ما حدش بينجح لوحده زي ما قلت لكم، النجاحات بتيجي بالكنترول من ناس كتيره جدا جدا جدا، وفي الاخر احنا اللي بنسهر على الشاشه واحنا اللي بناخد اللقطه الاخيره. بشكر النهارده كل الصحفيين اللي صوتوا النهارده نكون موجودين بفوز بالافضل، الحقيقه جايزه بعتز بيها جدا جدا جدا، وفوز النهارده بافضل اعلامي شرف كبير جدا ليا، وشكر كبير جدا للساده الصحفيين والساده الاداريين اللي صوتوا في هذا الاستفتاء، بوجه لهم كل الشكر وكل التحيه، ويبقى النجم دايما رقم واحد بالنسبه لنا هي اون تايم سبورت، الشاشه العملاقه اللي اتولدت وهي رقم واحد وتظل ان شاء الله باذن الله رقم واحد. نطلع فاصل ثم بعد الفاصل ماهر جنينة ومفاجآت كبيرة النهاردة عند ماهر، ولقاءات خاصة جدا، مفاجآت من العيار الثقيل مع ماهر جنينة بعد الفاصل. بتشوف ان النوع ده من الحفلات بيدي حافز لكل الكوادر اللي شغاله في الوسط الرياضي ان هم يبقى عندهم حافز ان هم يكون اسمهم متواجد وسط الناس اللي بتتكرم النهارده؟ انا من وجهه نظري ما كانش فيه تنافس في الـ في الـ
في عند النقاد الرياضيين او في عالم الرياضه. انا بعد الحفلات دي هتلاقي فيه التنافس بشده، وكله عايز يجيب الخبر وعايز يبقى حقيقه الخبر موجوده، ما بقاش مجرد خبر كده لا خبر والحقيقه بتاعته وتفاصيله وكل ده. ده الفتره اللي جايه هيبقى اضافه ان شاء الله لكل الرياضه، للرياضه في كل الالعاب ان شاء الله في المرحله اللي جايه. ده اول مره بحضر من 7 سنين. انا كنت اعلنت بصراحه ان انا ما بحضرش اي استفتاءات خالص. لما كلمني الحقيقه رئيس رابطه النقاد الرياضيين وفهمني ان الموضوع مرتبط بتصويت النقاد فقط لا غير، انا رحبت، وبالتالي جيت النهارده عشان اشجع الايفنت واكون موجود فيه. وفي النهايه موضوع مين احسن ومين مش احسن وبتاع الكلام ده كله، في النهايه هو تذوق الجماهير. باسكو طبعا رابطه النقاد على دعوتها الكريمه ليها طبعا يمكن تاني سنه على التوالي، و كل الزملاء الاعلاميين واللي موجودين طبعا، والف مبروك لكل حد طبعا اكيد فاز في مع رابطه النقاد. سعيد طبعا بتواجدي، سعيد ان انا اكون موجود، ان انا اسلم جوائز لكافه النجوم اللي موجودين، سواء اعلام سواء رياضه سواء مدربين سواء اداريين. ف اكيد كمان الحدث باين انه متنظم بشكل كويس. حابب اوجه الشكر لقنوات اون تايم سبورتس والاعلام المصريين اللي دايما حريصين ان هم يكونوا موجودين معانا وبيشرفونا دايما. الحقيقه ان حفله النقاد الرياضيين او ذا جريتست حاجه كنا بنفكر فيها كزاد الاستثمار الرياضي من اول ما دخلنا المجال الرياضي، لان النقد والصحافه الرياضيه والاعلام بشكل عام هم دايما اللي بيصلحوا المسار لاي حد، سواء كان لاعب او كان فني او كان اداري. وكنا حريصين جدا ان احنا لمده العام الثاني نبقى كين جدا ان احنا ننظم الحفله ذا جريتست، وحضرها النهارده قامات كبيره الحقيقه. والحقيقه ان مصر في الفتره الاخيره شهدت طفره كبيره جدا في الاعلام الرياضي. طب احنا بنكرم كل نجوم الكوره الفتره اللي فاتت عن سنه فاتت، هي كانت سنه صعبه سنه الكورونا، فكنا مصممين ان احنا السنه دي نعملها على احسن على اعلى مستوى عشان نكرم الناس اللي تعبت وشقت في الفتره اللي فاتت ومتعتنا واحنا قاعدين في البيت في الفتره بتاعه الكورونا، فكان لازم يكرموا السنه دي الحمد لله. بس الاستاذ احمد طبعا بشكر حسن خلف الله ان هو برده كان جاهد معانا عشان ينظم الحفل، وعمل مجهود كبير عشان يدعو كل اللعيبه، كل الناس زي ما انت شايفها جت وشرفتنا والحمد لله. يعني هو طبعا تكريم مهم جدا لراديو اون سبورت اف ام، احنا بنعمل اسره واحده وتيم وورك واحد، وفوز برنامج 93.7 بجائزه احسن برنامج اذاعي ده يعني بيشعرني بالسعاده كتير جدا، وقد ايه انا فخور جدا بالزملاء المذيعين مجموعه شبان في الاذاعه. الاذاعه زي ما انت عارفه هي بتضم مجموعه شابه جدا من المذيعين والمذيعات. نقاد الرياضيين دايما معروف انه نقدهم لاذع، فلما يجي التكريم منهم بالتاكيد هو حاجه مختلفه. الراديو كمان حاله جديده بالنسبه لي جميله. اول سنه كان الطموح ان احنا نبدا على طول نرتب على مستوى مصر، نكون افضل ناس على مستوى مصر. دلوقتي الطموح بيزيد ان احنا نكون افضل ناس موجودين على مستوى الوطن العربي. الجائزه دي بتقول ان احنا ماشيين صح، وان شاء الله يكون الجاي احسن بالنسبه لنا. انا سعيد النهارده وبشعر بالفخر ان انا بكتب مع زملائي سطور جديده في سجلات رابطه النقاد الرياضيين. وانا طبعا يعني النهارده الحفله بتعبر عن قيمه الرابطه اللي هي جزء من نقابه الصحفيين، فالنهارده يوم بيشعرنا جميعا بالفخر ان احنا سنه ورا سنه بنقدم نموذج جيد لاستفتاء هو الافضل والاقوى في مصر باذن الله. بشكر الحقيقه كل الناس اللي قامت على الحفل النهارده، استاذ حسن خلف الله، النائب احمد دياب، استاذ هيثم عبد العظيم، كابتن احمد حسن ودوره الحقيقه الكبير النهارده وتكريمه الكبير في الحفله. برضو الحقيقه بشكر النهارده محمودي يعني واحد من نجوم راديو اون سبورت، والاستاذ عثمان اباظه وماركو، والناس دي الحقيقه كمان كان ليها صولات وجولات في التلفزيون وعملوا الحقيقه شغل رائع. وان شاء الله باذن الله ماركو يكون موجود والمحمود يكون موجود في الكره الاوروبيه. عثمان اباظه واحد من نجوم الراديو بلا منازع، هو يعني ما كانش نجم كبير او ما كانش من الثلاثه الكبار في الراديو مع ماركو طبعا ومع المحمودي، بنوجه له كل الشكر وكل التحيه. طبعا استاذ محمد ابو الخير دينامو ومدير اذاعه اون سبورت، والاستاذ عمرو رزق رئيس القناه، ونتمنى له يا رب دايما